منكم ولكم. إخوة العروبة، يا من تنشدون غدا أفضل، والواقع أن الغد الأفضل في انتظارنا، فهل نسعى نحوه جادين، أم أننا أدمنا التمني دون حراك، دون كد أو اجتهاد، نحسد تقدم الشعوب الأخرى ونقف مكتوفي الأيدي راضين بأن نكون في مؤخرة الأمم. إخوتي أخواتي في العروبة، لقد استشرى إدمان المخدر بين شبابنا العربي ليفتك بأي قوة بشرية قادرة على بناء الوطن، ويزيد أبناءه اضطرابا ورفضا وسخطا. استشرى إدمان الفساد حتى ماتت ضمائر أصحاب المال والنفوذ، فما عادوا يبالون بمصير الوطن أو مستقبل شبابه الصاعد. استشرت الأنانية، فبات كل منا يبحث عن اقتناص فرصة حتى ولو على حساب أخيه، بل حتى ولو تسبب في انهيار الوطن. أما وإن كنا حقا نريد غدا أفضل، فلننهض من سباتنا العميق ونتخلى عن أنانيتنا، ونمد يد العون بعضنا لبعض كي نبني وطنا يحقق أحلام أبنائه وأمانيهم.